وضح لك جوابي. عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيما بعد، وهو نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام، ومن التروي أن ينظروا شخصا من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه، لأنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم ما عرفت حتى هذه الساعة عالما من علماء الحديث ادعى هذه الدعوة، بل كل علماء الحديث الذين خصصوا كتبهم في الأحاديث الصحيحة مضوا على أن هذا الحديث صحيح، كابن حبان وابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود ونحو ذلك. أضف إلى هذا بأن العلماء الذين جاءوا من بعد وخرجوا الحديث ما أحد منهم ذكر أن هذا الحديث شاذ، فهنا يحتاج إلى شيء من الأناات خشية أن يدخل في الموضوع شيء قد لا يتنبه له بعض الناس، لأن مكر الشيطان ببني الإنسان خبيث جدا يعني. ولذلك ليكون له كضمان من أن يكون قد انحرف شيئا ما عن الخط الذي سار عليه جمهور علماء الحديث، فلا بد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك. يعني هذا الحديث مثلا من المتأخرين ابن قيم الجوزي وصحيه فضلا عن المتقدمين الذين ذكرناهم. بلا شك نحن يعني لعلنا سباقين في عدم التقليد وفي النهي عن الاتباع الأعمى وإلى آخره، لكن هذا ليس معنى أن نقفز قفزة الغسلان إلى الطرف المعاكس تماما، فلا نعتد بجهود العلماء كلهم، وإنما نتئد ولا نستعجل حتى لا نقع يوما ما في خطأ علمي نخالف أولا قواعد علم الحديث وثانيا أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل. هذا الذي خطر في بالي أن أذكر ما ذكرته هناك. هناك ذكرت شيئا وهو أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر برواية زائدة بن قدامة فرأيته يحرك ويدعو بها، لو كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائل لكان الإمام البيهقي استراح منه ولم يتكلف ذاك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنى عنه لو كان يجد مساغا وسبيلا في تضعيف حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ. ماذا فعل؟ لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث ما يتعلق بتحريك الأصبع والإشارة بالأصبع قبل أن يورد حديث عن عليكم السلام عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي داود في سننه، حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بإصبعه ورأيته لا يحركها، فقال البيهقي والجمع بين حديث وائل الصريح في النفي وبين حديث عفوا بين حديث ابن الزبير الصريح في النفي وحديث وائل الصريح في الإثبات، قال لعل
هنا عبرتان. أولا أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل، أما حديث لا يحركها فهو شاذ. لو كان كذلك كان استراح من قضية الجماعة، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما قال. والعبرة الثانية قوله لعل المقصود من حديث وائل، يعني يشير بها حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير. وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن ابن خزيمة وابن حبان وابن الجاروس المنتقى إلى غيرهم. فما الذي حمله على هذا الجماع؟ هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث، وبخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة، أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن. فإذا لم يمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، أي الأقوى على القوي، وهكذا. فإذا تساوى في القوة حينئذ ترك الأمر لعالمه. فإذا البيهقي لسان حاله، وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، بقول لك حديث وائل بن حجر بلفظ لا يحركها حديث صحيح، ولذلك حاول أن يوفق بين الحديثين. هذا ما ذكرته هناك، فيضاف إلى ما ذكرته هنا، لأن المسألة تأخذ شيئا من القوة. طيب غيره الشيخ هنا يعني من باب الإضافة، الحافظ بن حجر رحمة الله عليه يرحمك الله، فتح الباري في الشرح طبعا يذكر أن ابن العربي ادعى ضعف زيادة وردت في بعض الأحاديث لأنها من طريق زائدة. قال وتعقبه شيخنا الحافظ العراقي بأن زائدة ثقة كبير لا يضر انفراده فيما لو انفرد، فمثله لا ينفرد في الواقع، لأنه يعني فعلا ترجمته يعني بيضاء جدا، صحيح حطوه مع شعبة ومع كذا وأكبر منه وفي بعض العلماء قالوا فيه ثقة ثبت. حتى هذا ذكرته أنا هناك، فسألني أحد الطلبة يظهر عنده اشتغال، وهذه ظاهرة طيبة في الواقع، يعني أن تكثر هذه الأسئلة. قال لي أنت قلت أنه زائدة بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة ثبت، بمناسبة أنك صحت حديثه لا ريته يحركها. قلت نعم. قال هل هذا خاص في روايته عن عاصم بن كليب أم هو عام؟ قلت له أيهما أقوى؟ قال إذا كان عاما قلت فهو عام، فهو ثقة ثبت في كل من يروي عنه. هو لما سأل يريد الأولى. نعم، هو لما سأل يريد الأولى، هو هذا طبعا. لكن لا، هي بالعكس تمام، أقوى بالعكس. أي نعم نعم.